رئيسة جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، ينطلق حفلنا البهيج هذا بتنصيب السيد حسن المحمودي مديرا للمدرسة المحمدية للمهندسين بتوجيه أرقى السلام وأزكى التحيات، مرحبين بكل الحاضرين كل واحد باسمه وصفته. تعييني كمدير المدرسة المحمدية للمهندسين هو تكليف ليس تشريف، لأن هذه المدرسة العتيقة التي دشنها المرحوم محمد الخامس رحمه الله ساهمت مساهمة فعالة في تكوين أطر عليا للآن تصغر المناصب في مؤسسات عمومية وفي مؤسسات خصوصية، زيادة على أن المرحوم الحسن الثاني جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله وطراه في سنة 1981 خلق ولا الانستوري انفورماسيون باراميليتير اللي كتعطي للطلبة تكوين عسكري اللي يحوزوا من بعد على ضابط احتياط. زيادة على أن المدرسة المحمدية للمهندسين هي مدرسة متعددة الاختصاصات، إلى درجة أننا يمكننا نقول بأن داخل المدرسة المحمدية للمهندسين كاين 8 مدارس لكل هذا. إن شاء الله نتمنى أننا نتوفقوا في هذه المهمة مع جميع الفعاليات ديال المدرسة المحمدية للمهندسين بما فيهم الأساتذة الإداريين الحامية العسكرية الطلبة، ونتمنى إن شاء الله أن هذه المدرسة تكون عند حسن الظن ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم سرور بالتواجد ديالي في المدرسة المحمدية للمهندسين في إطار الحفل تعيين الأستاذ حسن المحمودي كمدير لهذه المؤسسة العتيدة، هذه المؤسسة المتميزة، وكذلك فرصة باش نبينوا أن في بلادنا عندنا مؤسسات من واحد الطراز العالي اللي كتكون واحد العدد ديال المهندسين مرموقين وما أحوجنا إليهم في هاد الوقت، لأن كما كتعرفوا التنمية ديال بلادنا ما يمكنش تكون بلا ما نعطيو واحد الاهتمام للرأسمال البشري، واليوم المدرسة المحمدية للمهندسين نموذج يحتذى به حتى نكون في حتى تكون لنا إمكانية من توفر على مهندسين أكفاء في جميع الميادين، وكذلك في بعض الميادين اللي كتهم بلادنا واللي هي أولوية لبلادنا هذه الوقيته. شكرا.